نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع. فأما أن يكون المواطن مغربي أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب ودقت ساعة الوضوح، فأما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا. رب العالي العالم احمي بلادنا وصونها من شر الناس اللي تكوي بالنار وتظلم. سيدي رحنا معك سير بينا وعلي شباب نساء ورجال آمنا فيك كبير. رب العالي العالم احمي بلادنا وصونها من شر الناس اللي تكوي بالنار وتظلم. سيدي رحنا معك سير بينا وعلي شباب نساء ورجال آمنا فيك كبير. عليك يا مغرب يا معقل الرجال يا معقل الجنود شهداء الأبرار. تاريخي شبيك على مر العصور شعب صامد وقوي من الشمال للجنوب حتى المغرب يقح مغربي حر. دوزية من عز ودوزية من مر نخدم هاد البلاد ونزيد بها القدام. عشر سنين ديال الثورة خلقت بها العتيان. إلا حنا غاديين رافعين راية البلاد في المدن والقرى بالدمية والجهاد. عشر سنين ديال الثورة كاملين النور قيادة ملكية يا شريف وش النور. بدينا عشر سنين هادي عشر سنين من التغيير والتنمية عشر سنين من حرية التعبير والإنصاف والمصالحة عشر سنين من الأمل الكبير الأمل اللي تزرع وباقي حي فينا. طريقنا يمكن تكون باقي طويلة لكن أحلامنا وأملنا فيك. أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا.